في رمضان المبارك كتلقى الاغلبيه ديال النساء كيتشكاو، كتلقى المراه كتقول لك تقهرت، الدراري، الاب، الراجل، الولاد، كل واحد اشنو باغي. انا نبقى غير الشقه وتماره، انا عييت، انا ما نقرا قران، ما نصلي، ما ندير، ما نفعل، ما نترك، واش انا نقابل غير الكوزينه؟ كل واحد اشنو باغي. تنقول لك اختي من هذا المنبر عافاك، صبري شويه ولكن صبري برضه، واستحضري واحد معنى كبير وعميق وزوين بزاف اللي هو عندك اجر ان شاء الله ديال الافطار الصائم. راه الافطار الصائم ماشي شي حاجه اللي سهله ولا شي حاجه اللي ضعيفه اللي ما نقدروش نصبروا عليها. استحضري انك اي حاجه كديريها كتاخدي منها اجر من عند الله عز وجل، كتنزل بها ان شاء الله بركه على دارك وعلى راجلك وعلى وليداتك وعلى اي واحد. وانتم اخوتي الرجال عافاكم الى ما عاونوا شويه، غير شويه، واخا هزوا معاهم غير الطابله، المهم يحسوا براسهم بانكم نتوما حاسين بداكشي اللي كيديروا، وحتى هما يحسوا براسهم بانهم راهم تيديروها لله عز وجل، وتنتوما احتسبوها لله عز وجل، باش تعم واحد الفرحه عندنا في العائله وفي وسط الدار وفي قلبها، وما نبقاوش كلنا كنضمروا غير من تماره ومن شقه. وخليو ليهم شويه ديال الوقت فين يقدروا حتى هما يديوها في العبادات ديالهم ويرتبوا اوقاتهم كما حتى نتوما كترتبوا اوقاتكم. فعافاكم هاد الناس، هاد الفئه اللي عندها هاد المشكل، تحاول انها تطبق هاد الشيء باش نكونوا كلنا مزيانين. فكروا راسنا ولغيرنا، ورمضان مبارك سعيد.